أعظم آداب الاستئذان ومن ما يهم في هذا الباب هو أوقات الزيارة صح التي نظمها القرآن الكريم وجعل لها 3 أوقات هكذا صح. يعني عند الفجر وعند الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال الله جل وعلا 3 عورات لكم، سماها الله عز وجل هذه الأزمنة بعورة لأن الناس في هذه الأوقات تكون على حال لا يصلح للدخول، فعند الفجر تكون الناس نائمة وعند الظهيرة تكون الناس في القيلولة وحالهم ربما لا يصلح للدخول، وعند الليل وزمن الراحة والاستكانة. هذا أمر غائب عند أبنائنا وبناتنا، ينبغي أن نعلم الأبناء والبنات أن لا يدخلوا في هذه الأوقات إلا بعد طلب الإذن. يعني الزيارة فيها وقت شيخ؟ الزيارة عموما بيننا فيها وقت، وهذه الأوقات قد لا تصلح للزيارة لأن الناس يكونون فيها على هيئة لا تصلح للدخول. وحتى فيما بيننا بين أبنائنا وبناتنا هذا أمر غائب جدا. يا الله نعلم أبنائنا أداب الإسلامية، قال يا ولدي هذا من آداب الإسلام. صح صح. عدنا أوقات قال الله عز وجل فيها 3 عورات لكم، يعني نعم لا ينبغي أن تدخلوها عند الفجر وبعد الظهيرة وبعد صلاة العشاء. ممتاز. الأبناء يتعلموها، يتعلموا فيها أدب، حتى ولو طلبوا الدخول يدخلون بعد إذن، حتى نعلمهم الحشمة والحياء والعفة وتكون استقرار في البيوت وقوام في ونقوم أخلاقهم ونقوم يعني آدابهم. أدبهم نعم صح نعم صح. هذا أمر مهم جدا. صح. سبحان الله. حتى الدخول على المحارم ربما وقعت بين الصحابة، جاء رجل إلى ابن عباس قال يا رسول الله معي أمي وغير أنت وياها وأنا لقائم عليها وأنا لنلبس لها وأنا لنظفها وأنا كذا، قال أدخل يعني أستأذن عند الدخول عليها؟ قال ابن عباس نعم، ولو أمك ولو أختك ولو أقرب المحارم يعني، فيجوز أن تراها بدون خمار وبدون حجاب. لكن قال ابن عباس قال نعم تستأذن عليها، قال هي قريبتي وأفعل ونظفها. قال ابن عباس أتحب أن تراها عريانة؟ انظر يعني حتى الاحترام حتى مع أقرب الناس إليك، فما ظنك بأبعد الناس عنك.